فيديو النهاردة بناء على طلب احد المتابعين، تابعوا معي. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ قبل كده كنا عملنا فيديوهين لطريقتين. الفيديو الاولاني عن طريقة تقدر تعدل بيها الفيديوهات اللي بتصورها بالموبايل بالشكل ده وبتطلع مقلوبة، والفيديو التاني عن طريقة تقدر تحذف بيها اي مشهد اباحي من اي فيلم او اي فيديو من غير ما تأثر على جودة الصورة خالص. واللي ما شافش الفيديوهات دي ممكن يشوفها من الروابط اللي موجودة في وصف الفيديو. وعلى فكرة الطريقتين دول بيتموا ببرنامج واحد، البرنامج ده اسمه Easiest Soft Movie Editor. ففي حد من متابعين القناة طلب مني فيديو شرح كامل للبرنامج، وبما ان طلباتكم اوامر فهو ده تحديدا اللي هنشوفه مع بعض النهارده. وانا بعتذر جدا للاخ اللي طلب مني الفيديو ده وبقول له اسف جدا على التاخير. فلو مهتم بالموضوع كمل معايا الفيديو ده للاخر، وما تنساش لو عجبك او استفدت منه حاجه تعمل لايك عشان بيحمسنا جدا ان احنا نكمل، وشير الفيديو مع اصحابك على الواتس والفيس. ولو انت اول مره تنور قناتي ما تنساش تشرفني بالاشتراك وفعل علامه الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات. وبس كده يا سيدي، مشاهده ممتعه، يلا بينا. علشان نحمل البرنامج اللي اتكلمنا عليه في مقدمة الفيديو هتضغط على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو او في اول تعليق، هيدخلك على الموقع بتاعك كالعادة. سيبك من كل الكلام اللي مكتوب ده وانزل لاخر المقالة دي، هتلاقي كلمة مكتوب عليها وعليكم رابط تحميل البرنامج وتحتها لينك بالازرق، هتضغط على اللينك ده. هيدخلك على موقع ميديا فاير، البرنامج حجمه صغير جدا حوالي 13 ميجا وشوية، فهنضغط داونلود من هنا علشان ننزل البرنامج، وهيبدأ البرنامج ينزل معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد البرنامج وبيخلص تحميل فبينزل معاك في ملف مضغوط زي ده، هنضغط عليه كليك يمين ونختار اكستراكت هير علشان نفك الضغط. بعد ما بفك الضغط هيظهر معانا الفولدر اللي فيه البرنامج، هنضغط عليه دبل كليك علشان نفتحه. هيظهر معانا الملفين دول، هنيجي عند ملف السيت اب بتاع البرنامج هنا، هنضغط عليه دبل كليك علشان نثبت البرنامج. هتظهر معانا الرساله دي فيها يس ونو، هنضغط على يس. هتظهر معانا بعد كده الواجهه دي، هنضغط على نيكست، وبعد كده هنضغط على نيكست مره ثانيه، وبعد كده هنضغط نيكست ثاني، نيكست مره ثانيه، نيكست مره ثانيه، وبعد كده هنضغط على انستول. وبعد البرنامج ما يخلص هنضغط على كلمه فينيش اللي موجوده هنا. بعد ما بنخلص تطيب البرنامج هيظهر معانا الشورت كات او الاختصار بتاعه هنا، هنضغط عليه دبل كليك علشان نفتحه. هيفتح معانا البرنامج بالواجهه اللي انت شايفها دي. وبالمناسبه لو البرنامج طلب منك سيريال التفعيل هتلاقي سيريال التفعيل في ملف التكست ده، وهتلاقي هنا السيريال بتاع التفعيل ده. لو البرنامج طلب منك تفعيل هتلاقي السيريال بتاعه هنا، ممكن تاكتف البرنامج عادي جدا. تمام، طيب انت ممكن تعمل ايه بالبرنامج ده؟ ممكن تعدل اي فيديوهات مقلوبه، وممكن تقص بيه جزء معين من الفيديو، وممكن تقص حته معينه من جوه الفيديو، وممكن تلزق بيه فيديوهين مع بعض، وممكن تكتب جمله معينه على الفيديو، وممكن تضيف صوره معينه جوه الفيديو، وممكن تدمج بيه الترجمه جوه الفيديو. هنشوف الحاجات دي واحده واحده مع بعض على السريع كده. طيب زي ما انتم شايفين كده احنا معانا هنا فيديو مقلوب بالشكل ده. تمام، طيب علشان نعدل الفيديو ده بقى هنعمل ايه؟ هنضغط على كلمه روتيشن اللي موجوده هنا، هتفتح معانا الواجهه دي. علشان نضيف فيديو جوه البرنامج في طريقتين، الطريقه الاولانيه انك تضغط على كلمه اد فايل اللي موجوده هنا، هيفتح معاك الكمبيوتر بتاعك وممكن تضغط على اي فيديو كده بالشكل ده وبعد كده تضغط اوبن من هنا. والطريقه الثانيه والاسهل طبعا انك تجيب ملف الفيديو كده وتسحبه جوه البرنامج بالشكل ده. طيب زي ما انتم شايفين كده الفيديو مقلوب. علشان نعدله كل الحكايه انك هتضغط على السهم ده مره بالشكل ده كده وتضغط عليه مره ثانيه، هتلاقي الفيديو اتعدل بالطريقه دي. وعلشان تحفظ الفيديو بعد ما تعدله هتيجي هنا عند الاوتبوت فولدر، هتضغط عليه كده وتختار المكان اللي هينزل في الفيديو. انا هختار مثلا وليكن ديسكتوب، وبعد كده هضغط على اوكي، وبعد كده هضغط ستارت من هنا. وبعد البرنامج ما يخلص هتظهر معايا الرساله دي، هضغط على كلوز وهنشغل بقى الفيديو اللي احنا عدلناه مع بعض. هنلاقي الفيديو اتعدل معانا بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، طب لو عايزين نقص حته معينه جوه الفيديو او في مثلا مشهد مش لطيف ولا حاجه وعايزين نحذفه هنعمل ايه؟ هنضغط على كلمه كاتر اللي موجوده هنا، وبعد كده نختار الاختيار الاولاني اللي مكتوب عليه ايزي فيديو اوديو كاتر، هنضغط عليه. هتفتح معانا الواجهه دي، هنسحب ملف الفيديو بتاعنا جوه البرنامج بالشكل ده. هنا في بوكسين موجودين هنا، البوكس الاولاني ستارت والبوكس الثاني اند. طيب الفيديو ده مثلا مدته 6 ثواني، احنا عايزينه يبدا مثلا من الثانيه رقم 3، فهنيجي عند كلمه ستارت دي هنلاقي المؤشر ده موجود هنا، هنسحب المؤشر ده كده لغايه ما العداد ده يوصل للثانيه رقم 3. تمام، يعني معنى كده ان الجزء الاولاني ده من الثانية رقم 1 للثانية رقم 3 مش هيبقى موجود. لو انت راضي عن النتيجة وهو ده اللي انت عايز تعمله بالظبط هتضغط على كلمة cut اللي موجودة هنا، وبعد كده هتضغط على كلمة start اللي موجودة هنا. هتظهر معاك الرساله دي ان البرنامج خلص، هتضغط على اوكي، وطبعا لازم تبقى مظبط الاوتبوت فولدر او المكان اللي هينزل فيه الفيديو. تعال بقى كده نشغل الفيديو اللي احنا قصينا منه، هنلاقي الفيديو هنا بدل ما كان هو 6 ثواني هنلاقيه بقى 4 ثواني. تمام، ده لو انت عاوز تقص جزء معين من الفيديو. طيب لو معانا بقى فيديوهين وعايزين نلزقهم في بعض او نخليهم مثلا فيديو واحد، اولا احنا معانا هنا فيديوهين، ده 7 ثواني زي ما انتم شايفين بالشكل ده، والفيديو الثاني 22 ثانيه. تمام، طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضغط على كلمه جوينر اللي موجوده هنا، هتظهر معانا الواجهه دي، هنسحب الفيديو الاولاني اللي احنا عايزين ندمجه، وبعد كده هنسحب الفيديو الثاني تحت منه كده بالشكل ده لغايه ما يبقى الفيديوهين معانا بالشكل ده هنا. هظبط الاوتبوت فولدر بتاعي زي ما قلنا من هنا، وبعد كده هضغط على كلمه ستارت بالشكل ده.
بعد البرنامج بيخلص فهتلاقي الرساله دي ظهرت، هتضغط على كلوز. تعالى بقى كده نشغل الفيديو بعد ما دمجنا الفيديوهين مع بعض. ادي الفيديو هيشتغل الاولاني. وبعد كده هيشتغل ورا منه الفيديو التاني بالشكل اللي انت شايفه ده. ده لو عايز تدمج فيديوهين مع بعض او تلزق فيديوهين في بعض. طيب لو عايز تكتب جملة معينة جوه الفيديو او تضيف صورة معينة جوه الفيديو، هنضغط على كلمة ووتر مارك اللي موجودة هنا، وهنسحب الفيديو بتاعنا جوه البرنامج بالشكل ده. طيب لو عايزين نكتب جملة معينة، هنيجي عند حرف التي اللي موجود هنا، هنضغط عليه. هيظهر معانا البوكس ده، هنضغط عليه دبل كليك كده علشان نكتب الجملة بتاعتنا، وليكن مثلا قناة عالم تريك. تمام كده احنا كتبنا الجملة اللي احنا عايزينها. ممكن بقى نحطها في اي حتة في الفيديو، يعني مثلا ممكن نسحبها هنا او نوديها هنا او الشكل ده، وممكن برضو نظبط الستارت بتاعها بالشكل ده. يعني ممكن مثلا نخليها تبدا مثلا في وقت معين، ونظبط الديوريشن بتاعها ان هي تظهر مثلا لمده معينه. تمام، ومن هنا ممكن نظبط الفونت او الخط بتاع الكلام اللي هيظهر. ممكن مثلا نكبر حجمه من هنا، نخليه مثلا 22، ونختار مثلا اي خط تاني بالشكل ده من الخطوط دي كلها. تمام، ممكن برضو نكبر حجم الجمله شويه. ممكن نضغط على كلمه فونت اللي موجوده هنا، ونختار مثلا السايز نخليه مثلا 50، ونضغط على اوكي. هتكبر معانا الكلمه بالشكل ده، وممكن نضيفها في اي مكان احنا عايزينه جوه الفيديو. تمام، طيب عايزين نحط بقى صوره، هنضغط على الاختيار ده اللي مكتوب عليه اد بيكتشر، هنضغط عليه كده. هيفتح معانا الكمبيوتر بتاعنا، هنختار مثلا اي صوره احنا عايزينها وليكن مثلا الصوره دي، وبعد كده نضغط على اوبن. هتظهر معانا الصوره جوه الفيديو بالشكل ده، ممكن نصغرها او نكبرها. طيب هنصغرها ازاي؟ هنيجي عند علامه السايز اللي موجوده هنا، ونبدا نصغر كده. ده العرض وده الطول. ممكن بقى نظبطهم زي ما احنا عايزين، مثلا ممكن نخليها مثلا 300 في 300 مثلا، هتبقى معانا الصوره كده بالحجم ده. ممكن نضيفها في اي جزء احنا عايزينه جوه الفيديو. تمام، طيب لو عاوز مثلا تضيف ميوزك على الفيديو او تحط مزيكا مثلا، هتضغط على كلمه اد ميوزك اللي موجوده هنا، وبعد كده هتضغط على كلمه لود ميوزك اللي موجوده هنا. وممكن مثلا تختار اي مزيكا موجوده عندك، هنضغط مثلا على الملف ده، وبعد كده نضغط اوبن من هنا. وبعد ما تخلص شغلك خالص، هتضغط على كلمه ستارت اللي موجوده هنا. بعد البرنامج ما بيخلص فتظهر معانا الرساله دي، هنضغط على كلوز. تعالى كده بقى نشغل الفيديو اللي احنا عملناه مع بعض. زي ما انت شايف بالشكل ده كده، الصورة اتضافت والجملة اللي احنا كتبناها اتضافت، وكمان المزيكا اللي احنا عايزينها اتضافت. ده بالنسبة لو انت عايز تحط صورة او تكتب جملة معينة جوه الفيديو او تحط مزيكا جوه الفيديو. طيب لو معاك مثلا ملف فيديو وعايز تحط عليه ترجمة او تضيف عليه ترجمة، كل اللي انت هتعمله انك هتضغط على كلمة سبتايتل اللي موجودة هنا، بعد كده هتسحب ملف الفيديو بتاعك جوه البرنامج بالشكل ده. وعلشان تضيف ملف الترجمة، هتيجي عند كلمة سبتايتل اللي موجودة هنا، هتضغط على السهم ده وتختار حاجة اسمها لود سبتايتل. هيفتح معاك الكمبيوتر بتاعك، هتيجي بقى عند ملف الترجمة اللي انت عايز تضيفه وتضغط عليه كده، وبعد كده تضغط اوبن من هنا. وبعد ما تضيف ملف الترجمة جوه الفيديو، هتضغط على كلمة ستارت اللي موجودة هنا. بعد البرنامج ما بيخلص فبتظهر معاك الرسالة دي، هتضغط على كلوز. تعالى بقى كده نشغل الفيديو بعد ما ضفنا جوه الترجمة. زي ما انتم شايفين كده، ملف الترجمة او الترجمة اتضافت جوه الفيديو بالشكل ده. تمام، طيب لو عايز بقى تقص جزء معين من داخل الفيديو، يعني مثلا عندك فيديو في شخص مثلا ظاهر وانت مش عايز الشخص ده يظهر جوه الفيديو، فهنعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله انك هتضغط على كلمه كروبر اللي موجوده هنا. هيفتح معاك البرنامج، هتسحب بقى ملف الفيديو اللي انت عايز تعدل عليه جوه البرنامج بالشكل ده. يعني مثلا احنا مش عايزين الجزء اللي فيه المربعين ده يظهر، كل اللي انت هتعمله انك هتسحب ملف الفيديو بالشكل ده كده لغايه ما الجزء اللي انت مش عايزه يختفي. يعني مثلا وليكن لغايه هنا كده مثلا. تمام، انت عايز الفيديو مثلا بالشكل ده، في هنا حاجه عايز تشيلها من جوه الفيديو. تمام، هتظبط الدنيا زي ما انت عايز، وبعد كده هتضغط ستارت من هنا. بعد البرنامج ما بيخلص هبتضغط على كلوز. تعالى بقى كده نشغل الفيديو اللي احنا عملناه. هتلاقي الفيديو يشتغل معانا من غير المربعين الحمر اللي كانوا موجودين في الجنب. تمام، دي كانت لمحه سريعه كده عن البرنامج وكل اللي انت تقدر تعمله بيه. ولو في حاجه معينه انا ما قدرتش اوضحها، يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات. وهي دي فكره البرنامج اللي كان معانا النهارده. بتمنى يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وممكن تدعمنا وتشترك في القناه من هنا، وهيظهر لك هنا فيديوهين اتفرج عليهم وان شاء الله يعجبوك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.